من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي، ها نحن وإياكم وحوارية تاريخية نأخذكم فيها اليوم إلى زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وكيف مهد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إلى غيبة الإمام المهدي روحي له الفداء، وكيف أوضح وجه الانتفاع من وجوده المبارك في غيبته بالأدلة والبراهين. فلنشاهد. ما بك يا ياسر؟ لا تقلق، فأنا بخير. ما كنت على هذه الحال عندما دخلنا المسجد؟ على العكس تماما، فأنا مسرور جدا. وجهك يدل على حيرة من أمرك. هل سمعت ما قاله الشيخ أثناء خطبته؟ أجل، لقد كانت خطبته مفيدة جدا. أعلم هذا، ولكنه قال في خطبته شيئا لفت انتباهي إليه كثيرا. ما هي العبارة يا ياسر؟ قال الشيخ: وجه الحكمة من الغيبة. أجل، قال ذلك في نهاية خطبته، لكنه قال أنه سيوضح لنا أكثر في الخطبة القادمة. نعم. وجه الحكمة من غيبته. وجه الحكمة. وجه الحكمة من غيبته. سمعت الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطن.
وما وجه الحكمة في غيبته؟ وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما آتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلى وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله تعالى، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف. إذن مشاهدينا الكرام، وجه الحكمة من الغيبة كما وضح الإمام الصادق عليه السلام يدعونا إلى التفكر في علاقتنا مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذ إننا لابد أن نلتفت أن يكون انتظارنا انتظاراً إيجابياً وليس انتظاراً سلبياً، إذ إننا في الانتظار الإيجابي ببركته موقنين بوجوده، فهو الموجود الغائب عن بعضنا شخصه، والحاضر فينا فكراً وعقيدة ووجوداً مقدساً مبارك. نسألكم الدعاء. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا، ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة، أبناء فاطمة وفيهم يقتدى، إذ لن تمس النار جسم محبهم، فاطمع إذا في حبهم وتزودا.